من القاهرة محللة أول أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا بك أماني. الدولار أماني اليوم استفاد أو يوم أمس عفوا استفاد من شهادة جيروم باول محققا مكاسب جيدة وتعافي جزئي من خسائره الماضية، إلى أين يتجه؟ صباح الخير. طبعا بالنسبه للدولار الامريكي كان بدا يرتفع نوعا ما خلال تداولات امس، ولكن بوجه عام لا يزال التقلبات تسيطر على تداولات الدولار الامريكي بشكل عام. وجدنا ان مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل 6 عملات رئيسيه مستقرا بالقرب من مستويات 96، ياتي هذا طبعا مع التصريحات الايجابيه لجيروم باول بالامس وخلال اليومين الماضيين، مع التاكيد على ان الفدرال الامريكي قد يفكر في تشديد السياسه النقديه بوتيره اسرع او تقليص برنامج شراء السندات بوتيره اكبر من المتوقع خلال اجتماع ديسمبر خوفا من ارتفاعات التضخم القويه، مؤكدا على ان ارتفاعات التضخم العالميه تعود بشكل اساسي الى كسر سلاسل التوريد والتي تسببت في ارتفاع اسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولكن على الفدرالي الامريكي ان يتدخل وان يواصل تشديد السياسه النقديه. طبعا لو البيانات الاقتصاديه الاخرى جاءت داعمه لهذا الامر في اجتماع ديسمبر المقبل، نحن ننتظر غدا بيانات الوظائف الامريكيه او تقرير الوظائف الامريكيه، والذي ان جاء افضل من المتوقع واظهر تحسن ملموس في او استمرار تعافي القطاع سوق العمل، قد يؤثر هذا على استمرار ارتفاع الدولار الامريكي في الفتره المقبله مع زياده امان الاسواق بتسريع وتيره التشديد النقدي. ولكن علينا الوضع بعين الاعتبار ان ظهور اول حاله من متحور اوميكرون بالامس في كاليفورنيا ده اثر بشكل اساسي على حاله من المخاوف وذعر لدى الاسواق، وجدنا ان مؤشر الداو جونز بدا يتراجع دون مستويات ال 34000 مع اماني. ماذا عن اليورو؟ كيف اداؤه الان في ظل اكتشاف تفشي اوميكرون في دول عده يوم امس؟ بالنسبة لليورو طبعا المخاوف من طبعا متحور ممكن مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو يضغط على تداولات اليورو بشكل كبير. وجدنا بالأمس أن بيانات القطاع التصنيعي في منطقة اليورو أظهرت استمرار تباطؤ القطاع. ننتظر غدا أيضا يوم الجمعة بيانات القطاع الخدمي والتي إن جاءت أيضا دون توقعات قد يتسبب هذا في زيادة الضغوطات على وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. طبعا مع استمرار المخاوف من فيروس كورونا كان أولا، وثانيا متحور الجديد وكيف سيكون تأثير هذا على النمو الاقتصادي العالمي والنمو الاقتصادي طبعا في منطقة اليورو، خاصة وأن البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك كريستين لاجارد أكدت طوال الفترة الماضية على أن من المبكر أن يتطرق البنك إلى تشديد السياسة النقدية، لأن الوضع الاقتصادي العام في منطقة اليورو لا يزال يستدعي الاستمرار في السياسات النقدية التوسعية والتي قد تضغط على أداء اليورو في نهاية المطاف. أماني، أيضا لاحظنا انتكاسة جديدة للليرة التركية بعد قبول استقالة وزير المالية، إلى أين تتجه العملة التركية وما مصيرها في العام المقبل؟ هل ستبقى على هذا المنوال؟ بالنسبة للليرة التركية كان بدأ يتعافى نوعا ما بالأمس مع تدخل البنك المركزي التركي ورفع سعر الليرة نوعا ما مقابل الدولار الأمريكي، ولكن وصل أو عادت الضغوطات البيعية وعمليات البيع المكثفة لدى الليرة التركية بعدما قبل رئيس أردوغان استقالة وزير الخزانة كان آخر المسؤولين الذين يدعمون تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة الفترة المقبلة، وبالتالي العملة التي تسبب في استمرار تراجعات الليرة التركية وتسجيل مستويات قياسية منخفضة جديدة أمام الدولار الأمريكي، وبالطبع طبعا مع استمرار الضغوطات على أو السياسة لدى أردوغان بالاستمرار في سياسة خفض الفائدة الذي أكد عليها طوال الفترة الماضية طبعا لدعم الاستثمارات وزيادة القيمة التنافسية لدى السلع، وبالتالي هذا الامر قد يضغط ايضا على الليره التركيه في الفتره المقبله. وجدنا ان الليره التركيه يعني انخفضت قيمتها
بقى اكثر من 45% في الشهر الماضي. لو استمر الوضع هكذا سنرى مزيدا من التراجعات لليره التركيه امام الدولار الامريكي، وسيكون عام 2022 عاما سلبيا على اداء الليره التركيه، طالما سياسه التركية حتى الان تدعم لسياسه خفض الفايده في الوقت الذي تتبنى فيه البنوك المركزيه الاخرى نعم. في تشديد السياسه الناقديه. نعم، اذا الليره التركيه هي متاثره جدا في السياسه النقديه. شكرا لك محلله اول اسواق ماليه في إكويتي جروب أماني رشيد على كل هذه المعلومات.